أهلا بكم مشاهدينا لموجز لأهم الأنباء. أكد مصدر طبي بمنطقة الأبيار وفاة مسؤول تعليم بمنطقة سلوق الخميس متأثرا بجراح أصيب بها عقب تعرضه لإطلاق رصاص أمس. وقال المصدر في اتصال مع النبأ أن مسلحين مجهولين لحقوا المواطن صلاح جليوان القطراني فور خروجه من منزله واستهدفوه بوابل من الرصاصة. يشار إلى أن القطراني أحد ناشطي المجتمع المدني بالمنطقة ومنسق رابطة شباب قبيلة العواجير ويقود حملة انتخابية لترشيح نفسه في الانتخابات النيابية المقبلة عن منطقته. كشف مصدر مقرب من قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر العربي الجديد رفض بعض الضباط المشاركين في اجتماعات القاهرة تفرده بمنصب القائد العام للجيش. وأكد ذات المصدر أن الضباط طالبوا بشكل واضح ضرورة وضع حد لما وصفوه بتوغل حفتر داخل مؤسسة الجيش بمنطقة الشرقية في ظل وجود الإمكانيات لإنشاء جسم عسكري يضم كافة الضباط. كما أشارت المصادر أيضا أن الضباط رفضوا العودة إلى المنطقة الشرقية. شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة أن تضاعف الجهود ليكون عام 2018 عام انتقال ليبيا من الأرق إلى اليقين. وبحسب البعثة الأممية فإن سلامة أكد في تصريح لتلفزيون دولة النيجر أن سعيه خلال العام الجاري لتنتقل المؤسسات في ليبيا إلى مؤسسات دائمة وفعالة حتى تزدهر الطبقة الوسطى. أوضح تقييم منظمة اليونسيف الخاصة بتقييم المؤسسات التعليمية في مدينة توراة أن 7 مؤسسات تعليمية تتطلب إعادة بنائها بالكامل في المدينة بتكلفة تقدر بأكثر من 10 ملايين دولار. وأضاف تقرير المنظمة الصادر الأربعاء أن 17 مؤسسة تعليمية بحاجة إلى إعادة تأهيل بقيمة تقدر بأكثر من 11 مليون دولار مع ضرورة العمل عليها قبل عودة الطلبة إلى مدارسهم. كما حذرت المنظمة من مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة تمثل تحديا كبيرا للعودة الآمنة للأطفال إلى جميع المرافق التعليمية بالمدينة. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.